Just through. Clean. Yep. Whoa. Yep. Just through. Whoa, 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 whoa! Clean, yes! Hard, Caitlin! Never off! Never off! Hard, Caitlin! Hard! Hard! عمرك سألت نفسك هما بيعملوا ايه؟ طب ما هزرتش مع اصحابك وقلت ايه التسييق اللي بيعملوه ده؟ ولو سألت الاسئلة دي فما تخافش، انت مش لوحدك، وعشان كده تحديدا عملنا الفيديو ده. تعالوا نفهم سوا ايه لعبة الكيرلينج. الكلام بيكتر عن الكيرلينج كل 4 سنين وقت الاولمبيات الشتوية، دورة العاب مش بتاخد نفس الاهتمام والتغطية زي نظرتها الصيفية، والسبب ان الدول اللي مناخها ثلجي وفيها صقيع مش كتير، بالتالي أغلب الألعاب مش بتحظى بمتابعة كبيرة وناس كتير ما تعرفش قواعدها. لكن الكيرلينج تحديداً بتلفت النظر لأن محدش فينا عارف هما بيعملوا إيه بالكورة دي. مبدئياً هي مش كورة، هي صخرة وزنها بيوصل لعشرين كيلو جرام، بتتصنع من الجرانيت. والكيرلينج من أقدم الألعاب الجماعية في التاريخ، بتتلعب في اسكتلندا من القرن الـ16 وظهرت في الأولمبيات الشتوية في فرنسا سنة 24. طيب إيه سبب التسمية؟ الكيرلينج أو الانحراف هو الاتجاه اللي بتسلكه الصخرة في طريقها للمركز، بمعنى إن الصخرة بتعمل كيرف وعمرها ما بتمشي مستقيمة. والكيرلينج بيتلعب في مساحة طولها 45 متر وعرضها 5 أمتار. الهدف ببساطة هو إنك توصل الصخرة للدايرة اللي اسمها The House أو البيت. مركز البيت ده بيعرف بذا بوتن، واللي صخرته أقرب ليه هو اللي بيكسب النقطة. وفي المباراة بيتنافس فريقين، كل فريق بيتكون من 4 أفراد وأحياناً فردين. الفريق فيه قائد بيبقى اسمه سكيب، وهو اللي بيحط استراتيجية الفريق ويحدد لزميله اتجاه الصخرة. كل لاعب بيلعب صخرتين بواقع 8 للفريق الواحد، والهدف إن أقرب صخرة للمركز تكون صخرة من صخرات فريقك. مدة المباراة الواحدة ممكن توصل 3 ساعات. اتفاجئت؟ طب تعرف إن اللعبة ما فيهاش حكم أصلاً واللاعبين بيحددوا النتيجة ما بينهم؟ طيب، إيه بقى الأداة اللي بتستخدم في اللعب؟ في الواقع هي مكنسة فعلاً، عبارة عن فرشاة طويلة، والحركات اللي بيعملها اللاعبين اسمها سويبينج أو كنسة حرفياً. يعني أنت ما كنتش بعيد قوي لما هزرت مع أصحابك وقلت عليها تسييق. طيب إيه الهدف؟ الفكرة إنك تسخن الأرضية علشان تدي طاقة إضافية للصخرة، يعني فعلياً هما بينظفوا الجليد علشان يخلوه أملس، وبالتالي يقدروا يوجهوا الصخرة على قد ما يقدروا. عملية الكنس نفسها ممكن تخلي الصخرة تتحرك 2 متر أو 3 أمتار زيادة. كمان الكنس ممكن يقلل الكيرلينج أو دوران الكورة. طيب إيه الهدف؟ خلينا نقول إن في 3 أنواع من التسديدات. الأولى اسمها جارد، وزي ما باين من اسمها فهي غرضها الحماية، وبالتالي بتنشن الصخرة على حافة الهاوس أو البيت علشان تحمي الصخور التانية بتاعتك. أما النوع التاني فاسمه درو، وهي تسديدة هدفها تقليدية، هدفها إن الصخرة توصل لمنطقة الهاوس وحصد النقاط. وأخيراً تسديدة التيك أوتس، وغرضها إنك تزق صخور المنافس بعيداً عن المركز، تغلس عليه يعني. كمان جزء مهم في اللعبة إنك تصرخ. أيوة بالظبط، تصرخ. لو اتفرجت على أي ماتش كيرلينج هتسمع زعيق كتير وتشجيع بين اللاعبين، وده غالباً بيكون قائد الفريق بيوجه زمايله علشان يكنسوا أسرع أو يهدوا أو يوجهوا الصخرة فين. والكيرلينج زي الشطرنج، لعبة محتاجة تفكير طويل قبل تنفيذ التسديدات، وتوقع تحركات خصمك المقبلة، وتحديد الزوايا الأفضل علشان تلعب عليها. بالتالي مع احترامنا للإفيه، فلا، الموضوع أكتر بكتير من مجرد تسييق.